السلام عليكم طلابنا الأعزاء للمرحلة الإعدادية رابع خامس سادس. اليوم راح ناخذ المضارع التام المستمر present perfect continuous. طيب present perfect continuous، لكن قبل ما ناخذ المضارع التام المستمر لازم تدرسون المضارع التام البسيط. المضارع التام البسيط راح تلقونه في رابط أسفل الفيديو. أسفل الفيديو بسكريبت راح تلقى المضارع التام البسيط، لازم تدرسه بعدين يلا ندرس المضارع التام المستمر. طيب المضارع التام المستمر يتكون بصورة أساسية من happen and has been. الهاف تجينا مع الـ I, you, we, they. الـ has been مع الـ he والشي والـ it. الـ happen والـ has been يجينا وراهن فعل، هذا الفعل نخلي له ing. تاخذ مثال she has been playing football. She has been playing football. They have been reading the story. They have been reading the story. إذا ما من عرفنا المضارع التام المستمر، عند النفي نضع للهاف أو الهاز not. في حالة النفي نضع للهاف والهاز not، وفي حالة الاستفهام نضع الهاف والهاز في قبل الفاعل. نضع الهاف والهاز قبل الفاعل. هذا المضارع التام المستمر، شغلته سهلة وما بي شيء. لكن عندنا ظروف، شلون نميز المضارع التام المستمر عن المضارع البسيط؟ المضارع التام المستمر بظروف. الظروف هي for and since. For since. For معناها لمدة، since معناها منذ. الفور والسنس، الفور مع فترة معلومة، فترة معلومة. السنس تأتي مع وقت محدد. طيب الحد الآن الطلاب اللي افتهموها افتهموها أمورهم ماشي، لكن اكو طلاب الحد الآن ما وصلتهم الفكرة شنو يعني مدة محدودة وشنو يعني فترة محدودة شنو يعني موعد محدد. الحد الآن ما واصلة هاي الفكرة، فش راح نسوي؟ راح نحدد لهم اياه اكثر. بعد عندنا عندنا for وعندنا since. طيب الفور تجينا مع كلمة day and مع كلمة week، أما since تجينا مع أيام الأسبوع. الفور تجينا مع كلمة year، since تجينا مع السنين. السنين مثلا 1999، 2001، 2014، 1550، المهم يجينا مع السنين. الفور يجينا مع كلمة month، أما السنس تجينا مع أشهر السنة. الفور تجينا مع كلمة season، السنس تجينا مع فصول السنة. الفور تجينا مع كلمة hour and minute. السنس تجينا مع الساعات، خاصة كلمة o'clock. الفور تجينا مع كلمة long time. السنس تجينا مع الأعداد، الأعداد اللي هي first second third and last. لكن
الفيرست والسكند ثيرد فورث ثيرد الى اخره مع كلمه لاست. طيب احنا هسه راح نخدمكم ها عندنا بعد شغله السنس تجينا مع الاعياد المناسبات هوليداي بيرث داي كريسمس طيب ناخذ هسه مثال جون فراغ سبيك انجلش فور ثري اورز ولا هو عنده نفس طويل ثلاث ساعات انجليزي بس بسيطه لكن هسه احنا ما دام نجي نشوف عندنا فور معناها انه هاي الجمله 4 زائد 3 اورز معناها هاي الجمله في المضارع التام المستمر. نرجع للقاعده، المضارع التام المستمر يجي وراه يتكون منين؟ من هاف بن اند هاز بن، الهاف بن مع اي يو وي دي هاز بن هي شي ات. اذا نجي احنا نشوف نلقى جون هاز بن، لان جون اقول عليه هي الهاز بين يجي وراه فعل بي اي ان جي سبيكينج جون هاز بين سبيكينج انجلش فور 3 اورز طيب مثال اخر شي هاز بين واتشينج تي في فور سكس اوكلوك طيب هنا عندي وقت محدد الساعة السادسة طيب ليش قبلها استعملنا فور هنا عندي فترة ثلاث ساعات لكن هنا يقول لي الساعة السادسة وقت محدود الساعة السادسة طيب ما دام عندي الساعة السادسة راح نستعمل سكس اوكلوك الاوكلوك نستعمل اياها سينس عندنا مشكلة اللي هي شو؟ يوجد في اللغة الإنجليزية أفعال لا تأخذ الـ ING هنا صار عندنا مشكلة هاي الأفعال أيضا راح تلقوها في رابط أسفل الفيديو أفعال مثل NO مثل LOVE HATE LIKE هذين إلى آخره هذين الأفعال لا تأخذ الـ ING زين إذا إجنا إيش راح نسوي؟ ناخذ مثال She for I know about that since Sunday طيب ما دام عندنا since لازم نسوي مضارع تام مستمر مضارع التام المستمر لازم يجي وراه فعل بي آي إن جي لكن كلمة نو ما تاخذ فعل بي آي إن جي طيب هاي الحالة شو نسوي؟ سجلوا أهم لاحظ إذا كان الفعل لا يأخذ الـ ING فنحل الجملة على شكل المضارع التام البسيط يعني راح تصير الجملة She has none about that since نكمل الجملة مثال آخر We see it for 2 minutes طيب ما دام عندنا for راح نخلي مضارع تام مستمر اللي هي ال have been لان ال we تاخذ have been طيب الـ have been جواها فعل بـ ing لكن كلمة سي ما تاخذ فعل بـ ing بهاي الحالة شو نسوي؟ نحذف الـ been
تصير هاف لان هذه جوله تصريف ثالث هاف سين ات فور تو مينتس